واعطف واعطف على مقداد سيلي. حالة حليلة مقداد، راه مش معقول اللي قاعد يعمل فيه مقداد. ما نعرفش، هي مراهقة جاته في الستين. أنا نعرفه مقداد صاحبي وصديقي برشا، ما كنتش نتصوره أنه يتيح للمستوى هذاك. نعيب عليه برشا مقداد راه قدمت معاه. هنا كنت شاد له الشركة متاعه اللي هي كان وقت يقدم في 32 جويلية. جويلية صحيح. أي كنت أنا وكيل الشركة متاعه، وكنت ننظم له في أعمال ونخدم معاه ونحبه. تبدل تعتبره برشا في البرنامج هذا؟ يدي هو بكله تبدل. مقداد يمشي يشد فن وخيله خيله من الحكايات الفارغة متاع النقابات والعرك وكرونيكار في وحش تلبسة في وحش الشاشة. ما هذا؟ ما تعتبروش وحش مقداد؟ مقداد؟ لا مقداد هو حتى برج الحمل يعني بلي مقداد يعني تحبه مقداد؟ تعرف برج وقتها عيد ميلاده؟ لا ما نعرفش، ما نعرف أنه من والد برج الحمل. شو صفات برج الحمل؟ أه؟ صفات برج الحمل؟ يتبع مقداد، اللي يتبع مقداد برشا يفهم صفات برج الحمل. ينقص برشا، خفيف، ماهوش مركز، كيك الحمل بالضبط كي تشوفه.